يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة كالعادة، عندنا العديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة سواء عالميا محليا. وقبل كل ده، كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله هتكون معانا على مدار فقرات الحلقة النهاردة المختلفة. كلام كتير جدا وتفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها، لكن مهم قوي تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وهو بيتعلق بنجمنا المصري محمد صلاح ورأيكم في قرار ليفربول رفض انضمام محمد صلاح للمنتخب في المعسكر المقبل. هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد في حلقات الترند، لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الفريق يختتم تدريباته استعدادا للجونة، وكمان الأهلي يجهز احتفالية ضخمة للنجمة العاشرة، وأخيرا ليفربول يرفض انضمام صلاح للمنتخب. يعني اعذرونا شوية النهاردة لو لقيتونا بنضحك كتير، لان في بعض الحاجات كده اللي بنشوفها على السوشيال ميديا بتخلي الواحد يقع على روحه من الضحك بصراحه. يعني بمناسبه العنوان الثاني كنت بنتكلم عن الاهلي بيجهز احتفاليه للقب العاشر في دوري ابطال افريقيا، فالبعض اتكلم على او البعض حاول يقلل من قيمه بطوله دوري ابطال افريقيا. عندي تفاصيل كتير او عندي تعليق كبير جدا جدا على الجزئيه دي تحديدا، بس في فقره لاحقه من البرنامج يعني. لكن خليني اقول لحضراتكم اهم وابرز مباريات النهارده في مختلف الدوريات قبل ما نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نعلق كلام مهم جدا معانا في حلقه النهارده. فنبتدي بالدوري المصري. الدوري المصري فيه النهارده ماتشين مهمين، منهم الاولاني ده مهم جدا، اسماعيلي وطلائع الجيش. اسماعيلي عايز يامن موقفه شويه بخصوص البقاء في بطوله الدوري، طلائع الجيش خلاص ضمن تواجده بنسبه 100%، فبالتالي مباراة صعبة على الدراويش. المباراة دي هتكون في تمام الساعة 7 مساء. المباراة الثانية وهي مباراة المصري مع إنبي، دي مباراة أخرى في تمام الساعة 9 مساء. ده فيما يتعلق بالدوري المصري. أما بخصوص الدوري الإنجليزي فهنا أو النهاردة هتكون مباراة وحيدة فقط في ختام الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، وهي مباراة مهمة جدا وبالتحديد لعشاق الفانتزي. يعني اللي عنده لعيبة من ويستام أو ليستر سيتي أعتقد هيقعدوا يتفرجوا على المباراة دي، وأنا واحد منهم. المباراة دي هتكون الساعة 9 ما بين ويستام وليستر سيتي في ختام الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الأسباني واللي في الحقيقة بيشهد إثارة كبيرة جدا مع تاني جولات وتعادل كل من برشلونة، وامبارح كمان ريال مدريد تعادل مع ليفانتي في مباراة كانت قوية جدا وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3. النهاردة أيضا في بعض المباريات في الدوري الأسباني ما بين ختافي وإشبيلية الساعة 8 مساء، وأساسونا مع سيلتا فيجو الساعة 10 مساء. أما الدوري الإيطالي فكالياري هيلعب الساعة 6:30 مع سبيزيا، وسامبدوريا مع ميلان الساعة 9 إلا ربع. ده بخصوص كل المباريات في مختلف الدوريات العالمية. طيب هروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل استنونا عشان عندنا كلام مهم جدا. يلا اهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقه واحنا بنجهز لحلقه كده، واحنا عادتنا يعني كفريق عمل لبرنامج الترند بنحب نجهز بدري بدري لحلقتنا يعني. فلقينا بوست كده منتشر على السوشيال ميديا، فانا اسمحوا لي بس اقرا لكم البوست لان هو كوميدي لابعد درجه ممكنه، يعني حاجه مضحكه جدا جدا جدا. فخلينا نضحك مع بعض كده يعني. قال لك ايه؟ ركز معايا. الدوري المصري اقوى 200 مره ماشي من دوري ابطال افريقيا وليس اهم. يا سلام ماشي. والسبب معروف، نحن نلعب مع فرق ودوريات ضعيفه في افريقيا لا تمتلك لاعبين دوليين في المنتخبات الا مثل مصر وتونس وحتى المغرب والجزائر، كل لاعبيهم محترفين في اوروبا. ده بجد يعني حاجه قمه في الكوميديا. هو الشخص طبعا انتوا عارفين مين يعني من غير ما اجيب اسمه، مش شرط بقى نقعد نجيب اسمه وكلام من ده، انتوا عارفين هو شخصيه واحده اللي تكتب الكلام بالشكل ده يعني، هي شخصيه واحده يعني. فهو الشخص اللي قال لك ايه؟ قال لك الكونفدراليه اهم من دوري ابطال افريقيا لما فريقه كسب الكونفدراليه.
في 2017 من زمان شويه، قال لك الكونفدراليه اهم من دوري ابطال افريقيا. هو ها اللي قال لك على مدرب افضل من الثاني 900 مره، المره دي 200 مره ماشي مش مشكله ننزل بالعدد شويه، وطلع العكس كمان يعني. تمام، اتكلم في ايه تاني؟ هو اللي قال لك السوبر المصري السعودي اقوى بكتير من اي مسابقه تانية عشان فريقه كسبها. هو كمان اللي قال لك لا الدوري اقوى وافريقيا دي بطوله عاديه جدا وبطوله ضعيفه وما فيهاش محترفين وما فيهاش وما فيهاش وما فيهاش. فهو بيحاول يقلل من كل كلمه او من كل بطوله بيفوز بيها الفريق المنافس، وبيحاول يعني يدور على اي بطوله بيكسبها عشان يمجد فيها. هو الحقيقه يا جماعه ان كل البطولات مهمه. يعني هو بيتكلم على ان الدوري اهم من افريقيا، طب ما هو الدوري ده الاهلي واخده كام مره؟ 42 مره. والنادي اللي بيشجعه مع كامل الاحترام للنادي اللي بيشجعه واخده 12 مره لحد دلوقتي. اي بطوله هتقول ان هي مهمه هتلاقي الاهلي هو اللي واخدها اكتر واحد. هتلاقي الاهلي اللي هو متصدر كل البطولات. تمام؟ الدوري اللي انت على وشك انك تفوز بيه. تمام؟ طبعا دوري مهم، محدش يقدر يقول غير كده. لكن في نفس الوقت مش اهم من دوري ابطال افريقيا. ده دوري ابطال افريقيا ده اللي بيأهل لكاس العالم. اللي انت كنت بتحاول توصل لكاس العالم، يا راجل ده الناس المواليد 2002 اللي هو كان اخر موسم فريقك خد فيه دوري ابطال افريقيا. تمام؟ احتفلوا بكام، شوف كام دوري ابطال افريقيا مع الاهلي. 2005 و2006 و2008 تمام؟ وعندك 12 و13 و19 و20 او 20 واحد، يعني عندك حوالي سبع بطولات افريقيا الناس المواليد الاهلاويه مواليد 2002 واخدين دوري ابطال افريقيا وانت ما شفتوش من ساعتها. وانا بتكلم على الشخص ده بس يعني. ففي بعض الاحيان دايما بنلاقي بعض الاستفزازات كده اللي ملهاش اي او مش استفزازات يعني، هي حاجات كوميديه مسليه. هو شخص مسلي بصراحه، من ضمن الشخصيات او بعض الشخصيات المسليه اللي يعني ايه بتسلينا كده على مدار اليوم يعني. فبوست بصراحه مضحك جدا جدا وكلام غريب جدا. ففي كل الاحوال في نقطه مهمه قوي عايز افكركم بحاجه. هو نفس الشخص اللي قال احنا ما رحناش استاد القاهره في حادثه الاتوبيس عشان بنجهز للبطوله الاهم، بطوله دوري ابطال افريقيا. طب احنا نصدقه في ايه بالظبط؟ يعني انهي بطوله المهمه؟ والله العظيم حاجه غريبه، انهي بطوله اهم؟ يعني انت قلت على كل البطولات المهمه، البطوله بس اللي بتكسبها هي المهمه؟ البطوله اللي انت اصلا لسه حتى لغايه دلوقتي ما كسبتهاش بقت مهمه؟ فحاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. لكن اللي عايز اكد عليه إن أي بطولة مهمة من وجهة نظر البعض فالأهلي هو صاحب الرقم القياسي فيها من حيث عدد البطولات أو من حيث عدد التتويج في هذه البطولة أيا كانت بقى. تعالى كأس عالم رحنا، مفيش أي نادي مصري راح كأس العالم، الأهلي راح كتير قد كده. تمام؟ دوري الأهلي واخده 42 مرة، كأس شوف قد إيه، أفريقيا 10 مرات، أكتر فريق خد دوري أبطال أفريقيا في القارة كلها 10 مرات. وفي طريقنا باذن الله باذن الله نبتدي طريقنا بال11. تمام؟ الكونفدراليه اللي كان في بعض الاوقات بيقول لك ايه هي اهم بطوله. الاهلي اول نادي مصري دخل الكونفدراليه. السوبر الافريقي، الاهلي اكتر فريق مصري واكتر فريق افريقي خد السوبر الافريقي. مفيش بطوله من وجهه نظر او من وجهه نظر البعض شايفينها مهمه الاهلي مش صاحب الرقم القياسي فيها. وما فيش بطولة انتوا شايفينها حتى ضعيفة الاهلي برضو صاحب الرقم القياسي فيها. كل حاجة كل حاجة فللأسف هي حاجات بتخلي الناس تبسط شوية. فأنا يعني مبسوط منه بصراحة، مبسوط منه جدا لأن هو بيضحكنا شوية. ممكن يكون بعض الأوقات الواحد كده موده مش حلو، الواحد مثلا مزاجه مش رايق، فلما يبص على البوستات اللي زي دي يقعد يضحك يعني يضحك جدا يعني. والكلام مش موجه لجمهور الزمالك او لاصدقائي حتى زملكاويه، عندي اصدقاء زملكاويه كتير وبحترمهم وبحبهم جدا وهم عارفين يعني. هو الكلام موجه للشخصيه المسليه المضحكه دي الجميله دي زي عسل واحد ربنا. ده فيما يتعلق بالبوست اللي كان مكتوب. وبالمناسبه كل بطوله ليها قيمتها وليها حجمها، لكن لما تيجي تبص على العوائد الماديه دوري ابطال افريقيا اهم قد كده فلوس بتيجي. لما تيجي تشوف حجم المتابعه في القاره كلها دوري ابطال افريقيا مش الدوري المصري. اه طبعا الدوري المصري من اقوى الدوريات، ما حدش يقدر يقول غير كده.
ما حدش يقدر يقول غير كده. لكن دوري ابطال افريقيا القاره كلها بتتابع البطوله دي، تبقى مهتمه مين اللي هيكسب ومين مين اللي وصل للنهائي ومين ومين ومين. حتى يوم ما كانت بطوله دوري ابطال افريقيا مهمه وكنتوا قربتوا، او كان الزمالك او كان النادي اللي هو بيشجعه قرب ياخد البطوله، الاهلي كسبها بالقاضيه ممكن لما لعبوا في النهائي. فما تحاولش يعني، هتروح في كل الاتجاهات هتلاقي نفسك خسران، في كل الاتجاهات هتلاقي نفسك خسران، مفيش فايده، ما تحاولش. طيب خلينا نتكلم في جزئيه اخرى بخلاف الجزئيه المضحكه دي شويه، ونروح لخبر مهم جدا جدا بالنسبه لنا كمصريين، وهو يعتبر خبر صادم شويه بعد رفض ليفربول انضمام محمد صلاح للمنتخب الوطني المصري خلال المعسكر المقبل. هو معسكر غايه في الاهميه لان احنا عندنا ماتشين مهمين قوي قوي في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم باذن الله تعالى. الماتش الاولاني مع انجولا هنا في مصر، والثاني مع الجابون هناك في الجابون. فبالتالي ليفربول بعد خطاب الاتحاد المصري لكره القدم النهارده قال لهم يا جماعه احنا بنعتذر عن انضمام محمد صلاح للمنتخب. ليه بقى السبب؟ عشان نبقى بنحكي لحضراتكم القصه بالظبط. مصر محطوطه ضمن الدول القائمه الحمراء اللي بيصنفها او اللي بتصنفها الحكومه البريطانيه. القائمه الحمراء دي اللي هو لو اي واحد سافر للدوله دي هيرجع بس هيتحجز 10 ايام، يبقى في حجر صحي بسبب فيروس كورونا. فمصر حتى الان ضمن الدول اللي متواجده في القائمه الحمراء. نفس الحال بالنسبه للبرازيل، يعني مثلا ليفربول عندهم ايه؟ فابينو وفيرمينو واليسون، ثلاثه من البرازيل، والبرازيل عايزاهم في المعسكر الجاي بتاعهم. فبالتالي برضو ليفربول رفضوا. طب ايه المستجد اللي ممكن يحصل؟ المستجد اللي ممكن يحصل ان الحكومه البريطانيه عندها يوم الاربعاء اجتماع، وهيطلع من خلاله قرار بخصوص الدول اللي ممكن تخرج من القائمه الحمراء وتدخل في القائمه الصفراء. مثلا القائمه الصفراء دي اللي هي ايه؟ ان هو اللعيب مثلا لو سافر سي لاي دوله موجوده في القائمه الصفراء دي يرجع عادي، يبقى مع زمايله عادي ويتمرن عادي ويلعب عادي، ما فيش اي مشكله، ما يبقاش في اي حجر صحي عليه مفروض عليه لمده 10 ايام. طب مين من ضمن الدول اللي في القائمه الصفراء دي؟ الجابون. معنى كده ايه؟ ان صلاح حتى هذه اللحظه مش موجود مع مصر في مباراه انجولا في القاهره، وهيكون موجود في مباراه الجابون في ليبرافيل هناك في الجابون. ازاي؟ بيتم دلوقتي التنسيق، بيتم التنسيق بخصوص ان يكون في طائره خاصه تنقل صلاح من انجلترا للجابون، يلعب الماتش بتاع الجابون باذن الله ويخلص ويرجع على انجلترا مباشره، وتبقى الامور بسيطه. لكن الاتحاد المصري دلوقتي بيحاول يجيب استثناء من الفيفا، في خطابات شغاله مع الفيفا، يا جماعه احنا عايزين استثناء بخصوص محمد صلاح، لعيب مهم بالنسبه لنا، احنا عايزينه، واحنا عندنا مباريات رسميه في التصفيات المؤهله لكاس العالم، فمين يكون عنده صلاح وما يعني ما يبقاش معاه في منتخب بلاده. ففي محاولات قائمه. الامل الكبير باذن الله تعالى ان يوم الاربعاء تطلع قرارات جديده من الحكومه البريطانيه، بموجبها تكون مصر في ضمن الدول اللي في القائمه الصفراء، اللي بالتالي يسمح لي المسافرين ليها ان هم يرجعوا بدون اي حجر صحي لانجلترا. ده يعني بايجاز توضيح بخصوص موقف محمد صلاح. هنتابع الامور هتبقى ماشيه ازاي خلال الفتره اللي جايه. طيب من ضمن كمان الاخبار المهمه واللي بتتعلق بالنادي الاهلي، خليني اقول لحضراتكم ان في لجنه مشكله من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، عملوا لجنه، اللجنه دي يعني بتعمل كل الترتيبات وبتضع تصور لاحتفاليه كبرى، احتفاليه كبيره جدا جدا لكل ابطال النادي الاهلي اللي شرفوا النادي الاهلي على المستوى الافريقي والعالمي والاولمبي. زي مثلا الاهلي في دوري ابطال افريقيا، لاعبي النادي الاهلي مثلا كانوا موجودين في الاولمبياد واللي جابوا ميداليات مثلا، تمام؟ كل دول هيبقى ليهم احتفاليه ضخمه جدا. في لجنه مكلفه ب وضع تصور لهذه الاحتفالية بميعادها الأنسب، ويتم عرض هذا التصور للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالمواعيد المقترحة، وبالتالي بعد كده الكابتن محمود الخطيب يقرر هو ومجلسه الموافقة على هذا التصور. اللجنة دي اجتمعت امبارح واجتمعت كمان النهاردة، وماشيين بشكل قوي جدا علشان يكون في احتفاليه تليق بابطال النادي الاهلي اللي حققوا انجازات كبيره جدا واللي فرحوا جمهور النادي الاهلي. من ضمن الانجازات دي بطوله دوري ابطال افريقيا، طبعا احد اهم البطولات، مش احد اهم، اللي هي اهم بطوله في قاره افريقيا يعني.
فده شغل مميز جدا وامور بيشتغل عليها النادي الاهلي بشكل جيد جدا. طيب عندي تفاصيل اكتر كمان بخصوص استعدادات الاهلي لمباراه الجونه بكره هنتكلم فيها بشكل مفصل بس بعد فاصل. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الاهلي بيستعد لمباراه الغد، مباراه مهمه جدا مع الجونه هناك في الجونه، مباراه كمان صعبه قوي. فالنهارده الاهلي في اليوم الثاني على التوالي بيستأنف او بيواصل تدريباته استعدادا لهذه المباراه. عايزين نطمن بشكل اكبر على هذه الاستعدادات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه، ودي لقطات من مران النهارده اللي انتهى بشكل رسمي من حوالي نص ساعه قبل دلوقتي. فنروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان نطمن من خلاله على اخر الاخبار اللي بتخص الفرقه. يا كريم اهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم منورنا، عايزين نطمن من خلالك على كل الجديد وكل الاخبار اللي بتخص النادي الاهلي قبل مباراته الهامه غدا امام الجونه باذن الله تعالى. في ظل التلاحم الكبير كالعاده طبعا زميلي امير وضغط المباريات الكبير جدا والتدريبات، بيستأنف النادي الاهلي تدريباته اليوم وهو التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي قبل المواجهه غدا ان شاء الله بمشيئه الله امام الجونه، مباراه صعبه ومباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي. لكن الحقيقه النهارده يمكن شفنا تدريب فريق النادي الاهلي بدايه طبعا من المحاضره الفنيه لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي اللي اكد طبعا على عناصر عديده جدا، يمكن اكثر من مره اكد على اهميه المباراه، لابد نكون مركزين بشكل كبير جدا. النتيجه طبعا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مع الجهد الكبير اللي بيبذله فريقنا النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله بنامل وبنتمنى فريقنا كالعاده ان شاء الله يكون في قمه تركيزه. شفنا المباراه الاخيره الحقيقه امام فريق النادي المصري، مباراه كانت قويه جدا اداء ونتيجه وكان حماس كبير لفريق النادي الاهلي. خلاص يعني نقدر نقول المرحله بتنتهي تدريجيا مع الدوري العام، لكن نصحح الاخطاء، نشوف الاخطاء اللي يمكن الفتره اللي فاتت مشينا فيها ازاي. بيتسو موسيماني الحقيقه شغال على هذا الامر فيها التدريبات، لكن يمكن هو معذور مع الجهاز الفني لان الضغط كبير، انت بتعمل ريكفري زميلي امير تدريب يوم ثم بعد كده بتطلع السويس، بترجع تاني تلعب طلائع الجيش طبعا فيها السويس، ثم بترجع لمباراه المصري في الاسكندريه، ثم هتطلع كمان النهارده الى الجونه، ضغط كبير جدا لفريق النادي الاهلي واللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله بنامل لاعبتنا كالعاده تكون في قمه تركيزها. ويمكن كمان يمكن احد الاخبار طبعا اللي عايز اطمنك من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلالك يا امير، طبعا عدد من اللاعبين على راسهم محمد شريف الحقيقه اللي بيؤكد جاهزيته وعودته من جديد لصفوف فريق النادي الاهلي، وان شاء الله يكون متواجد في قائمه فريق النادي الاهلي. لسه القائمه لسه ما ظهرتش طبعا زميلي امير، لكن محمد شريف متواجد مرتدي طبعا الطاقم الخاص بفريق النادي الاهلي على ان يتوجه معهم الى الجونه. لكن هي النقطه طبعا الاهم طبعا هي عوده اجاي، لكن مش بشكل كامل، يعني اجاي النهارده شارك في تدريب الكره في المربعات وجزء بسيط من التدريبات، لكن خارج قائمه مباراه اليوم. بينضم له كمان حمدي فتحي اللي يمكن بنقول له الف سلام عليك يا حمدي، الفتره اللي جايه ان شاء الله يعود من جديد مع فريق النادي الاهلي، ماشي في التاهيل وماشي في التدريبات، لكن حفاظا عليه طبعا مع الرؤيه الخاصه بالجهاز الطبي برئاسه طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله. النهارده حمدي فتحي هيكون خارج قائمه مباراه الغد بالنسبه لفريق النادي الاهلي، فيمكن كده يكون حمدي فتحي وجوني راجي هم ابرز الغيابات بجانب طاهر محمد طاهر الحاصل على ثلاث انذارات اللي هيغيب ايضا كمان عن مباراه الغد. الامور طيبه الحمد لله زميلي امير لفريق النادي الاهلي بالنسبه للتدريبات، لحظات بسيطه ويتوجه الفريق الى مطار القاهره استعدادا طبعا لاستقلال الطائره الخاصه اللي هتتجه الى الجونه، على ان يصل فريق النادي الاهلي في تمام الساعه 8 مساء او 8 والربع، ومنها ان شاء الله الدخول في معسكر مغلق في فندق الاقامه القريب جدا من استاد الجونه. كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في مباراه الغد، المباراه القويه والحساسه والحاسمه لفريق النادي الاهلي في مشوار بطوله الدوري العام. طيب عايز اطمن برضو يا كريم على وليد سليمان ومتولي وامكانيه ضمهم لقائمه الفريق في مباراه الغد. متولي ووليد سليمان بيشاركوا في التدريبات بكل جديه الحقيقه، وعايز اكد كمان على وليد سليمان اللي بيعلن جاهزيته تماما لخوض التدريبات الجماعيه بكل قوه. الحقيقه وليد سليمان واحد من العناصر المهمه جدا، روحه واصراره وعزيمته وشخصيته وحديثه وخبرته الكبيره مع فريق النادي الاهلي سواء متواجد في القائمه او على دكه البدلاء بتكون اضافه كبيره جدا مع كل اللاعبين الكبار الشناوي ايمن اشرف سعد سمير الكل الحقيقه عمرو السولي علي معلول كل اللعيبه الحمد لله. يمكن الفتره اللي فاتت كان مجهودها كبير ودورها كبير جدا مع فريق النادي الاهلي، لكن هي الظروف وهو الضغط وهي المرحله الاستثنائيه الحقيقه اللي بيمر بيها النادي الاهلي من ضغط مباريات عديد، اللعيبه دي لازم تريح الفتره اللي جايه. يمكن طبعا عارفين ان نهايه الدوري هيكون 27، من خلال طبعا اخبارنا ممكن النادي الاهلي يدي 5 ايام او 4 ايام اجازه، ومنها مباشره يبدا التلاحم الثاني للموسم الجديد، ومنها لكاس السوبر، ومنها البطوله الافريقيه. فالحقيقه بنلتمس كل العذر لفريق النادي الاهلي وجهازه الفني خلال المرحله الماضيه، وبنعمل يكون في التقاط انفاس بسيط جدا لان المرحله اللي جايه تكون اصعب. امير انت عارف انهينا عدد كبير جدا من
البطولات، عندنا سوبر محلي، سوبر افريقيا، ومشاركه في كاس العالم للانديه، فمحتاجه ريكفري كبير جدا واعاده رغبه كبيره جدا وخلق دوافع كبيره. لكن ثقتنا كبيره في اللعيبه، في الجهاز الفني، في الكابتن سيد عبد الحفيظ كمان، اللي يمكن الناس قالت لك كابتن سيد عبد الحفيظ دي جزئيه مهمه جدا، انا كنت عايز اسالك عليها. امر صعب جدا الحقيقه يا امير. دي جزئيه مهمه عايز اسالك عليها واختم معاك بيها، لان يعني في بعض الاقاويل اللي طلعت على مدار الساعات السابقه بخصوص كابتن سيد عبد الحفيظ، وان هو موجود مش موجود، كلام كتير جدا جدا يعني. ايه تعليقك على الجزئيه دي بما انك قريب جدا من الفرقه ودايما متواجد معاهم؟ هل الكلام ده ممكن يكون صحيح ولا لا؟ هي مرحلة الحقيقة بنشوف فيها حاجات غريبة جدا زميلي أمير الحقيقة، يعني مرحلة وأخبار والناس بتتناول الأخبار بشكل غير طبيعي مع فريق النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ من أنجح وإن لم يكن أنجح مدير كرة في النادي الأهلي في هذه المرحلة أو في المرحلة الأخيرة، قيادة وأسلوب وشخصية وحماس، ويمكن مركز معلومات الكابتن سيد عبد الحفيظ تكلمه عن أي حاجة يرد عليك بالخبر وبالساعة وباليوم وبالتاريخ. لعيبة النادي الأهلي بتحب الكابتن سيد عبد الحفيظ، الجهاز الفني، الأعضاء، مجلس الإدارة، كابتن سيد عبد الحفيظ قيمة كبيرة جدا 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 داخل النادي الأهلي بقيمته الكبيرة. كابتن سيد عبد الحفيظ متواجد داخل النادي الأهلي، ومش محتاج أمير الحقيقة إن احنا ننفي أو نأكد هذا الأمر طبعا تحديدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، لكن بنضطر إن احنا نتكلم على هذا الأمر، لان يمكن زي ما بنقول الموج عالي شويه والهجوم عالي شويه على النادي الاهلي، لكن هو ده اللي احنا عارفينه. في كل نهايه موسم بتلاقي اخبار بتتداول طبعا لضرب للنادي الاهلي ومزعزعه استقراره بشكل كبير، لكن يبقى ويظل النادي الاهلي بقيمته الكبيره، نادي القرن، بطل الدوري، بطل الكاس، بطل السوبر، بطل افريقيا، ثالث عالم للانديه، بطل افريقيا كمان مره. فان شاء الله باذن الله بنعمل الفتره اللي جايه باذن الله الجهاز الفني مع لعيبه النادي الاهلي الكل كالعاده يكون على قلب رجل واحد، والثلاث بطولات ان شاء الله القادمين تكون في دول بطولات النادي الاهلي زميلي باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، وكان معانا على الهواء مباشره نطمنا على الفرقه. وفي الحقيقه اخبار كتير جدا بتطلع وبتحاول تظهر الصوره لجمهور النادي الاهلي ان في مشاكل في النادي وان في لازم تغييرات تحصل وكلام من ده، لمجرد ان الاهلي اقترب من ان هو يخسر مثلا الدوري مثلا، رغم ان الاهلي فاز ببطولات تانية قد كده يعني في كل المسابقات يعني. ففي كل الاحوال احنا متعودين على الكلام ده في النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، لسه عندنا تعليقات على بعض الاخبار التانية اللي بتتقال عن النادي الاهلي، بس بعد فاصل استنوني يلا بينا. طيب دايما الكلام بيكون كتير والاخبار بتكون كتيرة على النادي الاهلي في مختلف فترات الموسم، ما بالك بقى الفترة الحالية اللي طبعا موضوع الانتقالات والصفقات والكلام من ده بيبقى منتشر بشكل كبير. فخلينا نشوف ترند الاهلي والنهارده الناس قالت ايه. نبتدي بالحساب الرسمي لليوم السابع على فيسبوك، وبيتكلموا على ان الاهلي يرفع شعار سكه السلامه لخمس لاعبين بعد ضياع الدوري اكلينيكيا. عمر ما الاهلي هيبقى ده شعاره، ولا عمر ما الاهلي هيشكر لعيبته ايا كان مين هي اللعيبه اللي هتمشي. يعني ممكن اللعيبه تقعد واللعيبه تمشي، ده الطبيعي ودي سنه الحياه وده اللي بيحصل كل موسم في اي قائمه لاي فريق في الدنيا يعني، ده امر طبيعي. لكن دايما بيبقى الاحترام هو الاساس في التعامل ما بين النادي الاهلي وما بين لاعبيه، ما بين النادي الاهلي وما بين مسؤوليه، وما بين اي حد موجود جوه المنظومه بتاعه النادي الاهلي. خلاص ممكن تكون فتره خلصت بالنسبه لك مع النادي الاهلي، فبيتم توجيه الشكر بشكل لائق وشكل محترم وشكل بيليق في الاول وفي الاخر بالنادي وباللاعب اللي اجتهد واللي حاول ان هو يعمل مجهود كبير جدا على مدار سنوات عديده في النادي الاهلي، ايا كان مين الاسماء يعني. ايا كان هم كاتبين بعض الاسماء، خلي بالك الخبر ده قال لك خمس لاعبين. تعال بقى نشوف الخبر الثاني، ومش هقول اسماء لان لسه طبعا الملف ده لم يحسم حتى الان بشكل نهائي، ممكن يكون تم الاستقرار على بعض الاسماء، لكن لسه الاعلان الرسمي دايما بيكون من خلال قناه النادي الاهلي والنادي، الامور كلها بتمشي بالتنسيق اللي حضراتكم عارفينه. فالخبر اللي فات كانوا خمس لعيبه، الخبر ده من الوطن قال لك كام؟ سبع لعيبه. فكل واحد بيحاول يجتهد، لكن العنوان هنا شويه معقول، عنوان طبيعي، تحس ان اللي كتب الخبر ده بيحاول يكتب بيشوف شغله الراجل، مفيش اي مشكله خالص. قال لك سبع لاعبين يرحلون عن الاهلي نهايه هذا الموسم. ما قالكش بقى لا سكه السلامه ولا مش سكه السلامه والاسلوب اللي هو مش بتاع النادي الاهلي ده، عنوان محترم. بيقول في خبر من وجهه نظره من خلال معلوماته ومن خلال مصادر، عادي مفيش اي مشكله خالص. ومع ذلك بالمناسبه ومن غير برضه ما اقول اللاعبين او من غير ما اقول الاسماء الموجوده يعني في الخبر ده، بعض الاسماء اللي مكتوبه في الخبر ده انا باكد لحضراتكم موجودين في النادي الاهلي السنه الجايه. موجودين في النادي الاهلي السنه الجايه، المكتوب الموجودين من السبعه اللي في الخبر ده في منهم اكتر من اسم موجود السنه الجايه يعني. فكله بيحاول يجتهد مفيش مشكله، لكن دايما العناوين حاولوا تنطقوها بشكل افضل علشان تكون بتليق بطريقه النادي في التعامل مع لاعبيه ومع الناس اللي عملت مجهود كبير جدا ومسيره كبيره جدا على مدار مواسم مختلفه.
طيب تعالى نروح لخبر اخر وفي اطار طبعا الحديث عن الراحلين والقادمين للنادي الاهلي، نروح ليلا كوره وحسابهم الرسمي على تويتر وبيقولوا ان من خلال مصدر قال لهم ان خطوه واحده تفصل انتقال بواليا الى ملاتيا سبور التركي معارن. مش هنعلق برضو، مش هنتكلم في الجزئيه دي، كل شيء وارد في كره القدم. ممكن لعيب استنتاجيا تقول ان هو خارج، وممكن في يوم وليله الامور تتغير وتتعدل ووجهات النظر تختلف، فهي دي كره القدم. ايا كان بواليا موجود مش موجود فهو لعيب مميز، حاول بكل ما اوتي من قوه ان هو يعني يساهم مع النادي الاهلي في مختلف البطولات ومختلف المشاركات اللي شارك فيها. نتمنى له يا رب التوفيق لو موجود مع النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق لو خرج معار. كلها امور هيتم حسمها خلال ايام قليله باذن الله تعالى بشكل نهائي، واحنا دايما مش هناكد لحضراتكم اي معلومه هنا من خلال قناه الاهلي غير لما تكون بشكل رسمي، غير لما تكون بشكل نهائي، ده امر طبيعي. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر وبيتعلق ببيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، وده من الوطن الرياضي على حسابه على فيسبوك، وبيقول ان موسيماني هيسافر يوم السبت اللي هو تاني يوم اخر مباراه هيلعبها النادي الاهلي امام اسوان في بطوله الدوري، هياخد اجازه هناك في جنوب افريقيا لحد ما يتم الاعلان عن جدول المسابقات الجديد او يعني مواعيد مباريات بطوله كاس مصر تحديدا من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، وبناء عليه تم تحديد موعد عودته للقاهره عشان يستأنف عمله مع الفريق ويستعد لمختلف البطولات، واحنا عارفين ان شهر 9 عندنا فيه تحديات كبيره ومهمه جدا. اخيرا خليني اخد الخبر ده قبل ما اطلع فاصل، الاهرام وحسابهم على تويتر بيقولوا ان البدري يطمئن على محمد شريف قبل معسكر المنتخب الوطني. محمد شريف احد ابرز اللاعبين في الدوري المصري، بالتالي هيكون احد اهم اللاعبين في منتخب مصر، وهدف الدوري حتى الان برصيد 19 هدف، فكان في تواصل من الكابتن حسام البدري تليفونيا مع اللاعب بيطمن على حالته، خصوصا ان هو لسه عائد من اصابه في العضله الخلفيه، واللاعب بقى سليم تماما وان شاء الله باذن الله هيكون متواجد في قائمه مباراه الغد اللي هيتم الاعلان عنها بعد قليل، ولو طلعت في اي وقت طبعا هنقولها لحضراتكم. هروح لفاصل سريع وبعدين كمل، استنونا. طيب سؤال الحلقه النهارده كان عن رايكم في قرار ليفربول برفض انضمام صلاح للمنتخب الوطني المصري في المعسكر المقبل، فخلينا ناخد تعليقاتكم، نبتدي بعمر محمد واللي قال قرار اضطراري بسبب ما تفرضه انجلترا في وضع فيروس كورونا. تمام، خلينا ناخد تعليق اخر كمان من مصطفى الفار واللي قال انا شايف ان نادي ليفربول ملوش اي احقيه في انه يمنع محمد صلاح انه يساند منتخب بلاده، ولازم الكابتن محمد صلاح يبقى عنده رد فعل. طب هيعمل ايه الراجل؟ برضه مش عايزين نظلم صلاح في الجزئيه دي، لان الوضع يعني الوضع صعب على كل الانديه في العالم وبالتحديد في انجلترا لان في ضوابط معينه يعني. فهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية بخصوص محمد صلاح وموقف انضمامه من بالتحديد المباراة الأولى حتى أمام أنجولا، لكن نسب لحق مباراة الجابون إن شاء الله كبيرة. دي كانت تفاعلات حضراتكم ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند، استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله. سلام.